We all live in a digital world. We all need it to be open and safe. We all want to trust. And to be trusted. We all despise control. And desire freedom. We are all united. Good afternoon. Can you hear me? All right, let's... Yes. I apologize for the slightly rocky start here, I guess, with the coordinating between the technology operators and those of us who are going to be speaking today. But thank you very much. كان علينا أن ننسق مع القسم الفني في الوصول إلى المتحدثين في والمشاركين في محورنا هذا. أنا أشكركم على أنا اسمي بول ميتشل وسأكون منسقا لهذه الجلسة. سوف أقدم وأعرفكم بال حضور وحضرت بعض الأسئلة لهم وسوف أود أن يجيبوا عليها وإذا بقي لنا القليل من الوقت سوف نقوم بنقاش وحوار بين المشاركين وأود أن أقول أن هذا الانتقال الرقمي الذي أصبح واقعا في العالم وأن كل قطاع من مجتمعاتنا بالتأكيد قد بقي تحت تأثير هذه الضرورة لرقمنة حياته وما يحيط به. لدينا طاقة كبيرة متعلقة بالرقمنة ويجب علينا أن نبني الوعي في هذه المساحة الرقمية وفي هذا الانتقال وسوف أمامنا تحديات كبيرة في هذا الفضاء الشمولي وأعتقد أن المشاركين في هذه الجلسة وهذا المحور سوف يتحدثون عن هذا الموضوع وسوف يعلقون على التحديات الكبيرة التي تقف أمام العالم بأسره. سأبدأ من تعريف أم أن المسؤولية مسؤولية الشركات يجب أن تكون هي ترويج النمو المستدام للتطور الرقمي ومن بينها حقوق الإنسان. وما معنى أن CRS أي مسؤولية الشركات الكبرى ما هي التحديات التي تقف أمامنا في هذا الموضوع وما هي الفرص التي نعلق عليها الآمال في هذه المرحلة الانتقالية وكيف نستطيع أن دون تقييد هذا التطور أن ننظمه في قوانين وكيف على هذه القوانين أن تكون. وأود لو أراد أن يعلق كل واحد من المشاركين بنحو 3 دقائق على إمكانية أن نتحدث جميعا في هذا المجال. وفي نهاية النقاش سوف أطلب من المشاركين على تعليقات حرة تختم هذا اللقاء. فبالبداية أود أن يعرفوا أنفسهم. السلام عليكم بول. أنا ممثل أنا المدير العام لاتحاد البث الأوروبي عبر الإنترنت ونحن نمثل منصات بث عديدة في 57 دولة إجمالا وأنا أيرلندي الجنسية ولدي الخبرة السابقة في عمل في وسائل الإعلام الخاصة والحكومية. يان كيلسون مدير مجتمع المعلومات و
والمديرية مكافحة الجريمة من مجلس أوروبا. ونحن منظمة تضم 47 دولة أوروبية زائد 5 دول المراقبة. ومن مسؤولياتي تشمل الإدارة بالإنترنت، حماية البيانات، ومراقبة الذكاء الاصطناعي ومكافحة الجريمة السيبرانية من بينها. شكرا لك. أما الآن لدينا في الشاشة بعض الأسماء الأخرى، وأنا لست مؤكدا ما إذا كانوا الباقين موجودين معنا أونلاين أو أوفلاين مباشرة على المسرح، فأرجو منكم الصوت إن كنتم موجودين. مساء الخير، لوسيو أدريان لويس، الأب لويس من هو سكرتير الاتصال الكرسي الرسولي. أنا مسؤول عن إدارة أنظمة البابا قداسة البابا في الفاتيكان. هل هناك من معنا بعد؟ مساء الخير، اسمي ميا باراتانغ، المديرة التنفيذية لمنظمة جيرل هايب من جنوب إفريقيا. النساء اللواتي يدون الرموز، ونحن نروج لمهارات رقمية جديدة من أجل ردم الهوة الرقمية التي ما زالت موجودة في عالمنا هذا. هل هناك من بعد؟ فاسمحوا لي أن أمر مباشرة إلى الأسئلة، ولنبدأ بالحوار. لنبدأ من يان كيلسون، مدير مجتمع المعلومات في مجلس أوروبا. أرجو أن تفصل لنا في مفهوم المسؤولية العامة للشركات في الفضاء الرقمي. شكراً. سأحاول أن أتحدث خلال 3 دقائق. أود الإشارة أن التحول الرقمي قد يكون مصدراً هائلاً للقدرات والطاقة مستقبلاً، وقد يدفعنا نحو الاتجاه الصحيح، اتجاه نحو عالم أكثر إنصافاً وسلامة وأمانة. وفي نفس الوقت التحول الرقمي يتصل به بعض التهديدات المحددة. ضمن منظمتنا، أي ضمن مجلس أوروبا، نقوم بترويج لحقوق الإنسان وسيادة القانون والديمقراطية. وفيما يخص حماية البيانات، فإن التحول الرقمي يتعلق بطاقات جبارة من في سبيل تحسين البيانات، ولكن هناك أيضا مخاطر في تضليل هذه البيانات وسوء استخدامها وانتهاك حقوق الخصوصية. الجريمة السيبرانية هي من ناحيتها ظاهرة نحن معنيون بها منذ أكثر من 20 سنة، ونتعمق في سبل مكافحتها. أيضا الصور الإباحية مع الأطفال وغيرها من الجرائم، وسوء استخدام الصور وتجنيد الأطفال وتضليل المعلومات و تزوير الشهادات الطبية. نحن من المشرعين والمقننين نطبق ونضع استراتيجيات ومعايير قانونية موحدة وملزمة، ومنها اتفاقيات تطبق وتترجم إلى القوانين الوطنية من شأنها الدفاع عن وحماية حقوق المستخدمين. وأشدد على هذا وأقول أثناء جلستنا بأننا في الحاجة إلى التعاون من قبل الشركات الخاصة. المسؤولية الاجتماعية للشركات هي علامة من علامات مدى جاهزية هذا القطاع الخاص ليأخذ على عاتقه جزء من المسؤولية على خلق فضاء يملأه احترام حقوق الإنسان
وسيادة القانون. وأظن أن مسؤولية الشركات هي عبارة عن هذه الجاهزية. هذه الاتفاقيات والقوانين التي ذكرتها تخص أيضا ومباشرة القطاع الخاص، وأقصد على سبيل المثال اتفاقية لمكافحة التحرش الجنسي للأطفال وغيرها. نريد وقدر إمكاننا الانخراط أو إشراك القطاع الخاص في ذلك، ولذلك مجلس أوروبا ومنذ سنوات عديدة أنشأت شراكات، كان ذلك قبل 5 سنوات تقريبا، الشراكة التي تضم 28 دولة شركة رائدة في مجال الاتصالات من حول العالم. وبكل سرور نحن جاهزون لأن نفصل في هذه المواضيع أكثر تفصيلا. شكرا، وسوف أنتقل مباشرة إلى السيدة باراتانغ. ميا، أرجو أن أعتقد أن أهداف الأمم المتحدة في النمو المستدام الرقمي هي نتحدث عن 11 هدفا تضم حصر الجوع، الترويج للصحة، قانون النساء، تخفيف من التغيرات المناخية وغيرها. إذن هذه أسس جيدة جدا، وهي خزينة كبيرة للتعليمات للمستقبل. نحاول أن نغير العالم بشكل، ولكن قليل ما نفعله لكي نغير بعض الناس لكي يصبحوا زعماء لهذه التغييرات. يجب أن نركز على بناء مهارات جديدة لكي تستطيع هذه المهارات أن تحقق هذه الأهداف التي ذكرتها والتي تتضمنها أهداف الأمم المتحدة. أعتقد أننا إذا حققنا هذه الأهداف سنصل إلى مستوى جيد ونمو مستدام لكل البشرية. إن نمو التقنيات الرقمية وتسير بشكل متوازي مع النمو المستدام، ولكن ما زلنا نعاني من مشكلات لها قاعدة عنصرية أو خلفيات أخرى. إذن إن الانتقال والمرحلة التي تستطيع فيها تصرفات وسلوك الإنسان أن تتغير هي الهدف الأول أعتقد، ويجب أن تكون في مركز الجهود التي نقوم بها. أنا من أفريقيا وهو قارة جائعة للتقنيات الجديدة، جائعة للحلول الشمولية، وبخلال ذلك نقول أن هناك شركات هي أكبر من لها ميزانيات أكثر من ميزانيات كل دولة أفريقية كاملة. لذلك نحن نطالب بأن تكون هذه التقنيات الجديدة والشركات الكبيرة أن تسعى لكي نقوم بأداء أمورنا بشكل آمن. الناس يخافون على عملهم، يخافون على مستقبلهم، والتكنولوجيا يجب أن تبحث عن فرص جديدة ولا تشكل مخاوف لهؤلاء الناس. وأنا كامرأة سوداء فأن أهم برامج عنصر في برنامجي هو أن أسعى إلى إيقاف النبذ الرقمي وإيجاد جسر بين هذه الجزر التي ما زالت مختلفة المتواجدة في العالم.
وأن مهمتي هي أن أقوم بالحوار مع الشركات والمفاوضة معها لهذه الشركات الكبرى من أجل أن نقول أننا نحن أيضا شركاء لهم كزبائن، أيضا نحن شركاء وعليهم أن يساعدوا في عمليات تطوير وقبول الحلول التي ستساعدنا في أفريقيا. إذا تم استبعادنا فلن نكون جزء من هذه سلسلة الشراء في هذا المجال، فلنتذكر أننا نعيش في عالم كله أكثر فأكثر نتحدث فيه عن العدل، وأن الناس تأخذ هذه العدالة بأيديها، ولكن يجب علينا أن نقول أن الشباب لديهم أصبحت مقاييس أعلى مما وهو يحاسب المسؤولين عن أفعالهم، وأن قادة الأعمال وقادة الشركات الذين يؤثرون على حياتنا هم أيضا معرضون للمحاسبة. لذلك جميعا نحن في حول طاولة مستديرة واحدة يجب أن نبحث سويا عن حلول، وكما تطرحها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى من أجل البحث عن مستقبل آمن لنا جميعا. أود أن أقول أن التقنيات في هذا العام أصبحت تلعب دورا مؤثرا رئيسيا في حياتنا، ولكن غالبا في الأشهر الماضية نقول أقل عن خلق إيرادات جديدة ونمو اقتصادي عالي، وعلينا أن نتخذ قرارات اقتصادية شمولية شفافة تساعد على تحسين مستوى المعيشة للجميع، وأن هذا الوضع هو أفضل لنا في المستقبل. شكرا لكم على الإصغاء. الآن الأب مونسينيور رويس. شكرا جزيلا. المسؤولية الاجتماعية في البزنس هي موضوع مؤثر وهام للغاية. هناك أحد قال الماضي أن كل عمل ينتج عنه ردة فعل متناسب، وقانون نيوتن الثالث، ونفس الشيء في حياتنا اليومية. كل ما نقوم به يترتب عليه عواقب سلبية أو نتائج إيجابية. هذا نأخذه في البال لأنه يشكل المحور الأساسي للإنصاف، قاعدة الإنصاف الاجتماعي في البزنس، وينطبق ذلك على كافة الظروف والشروط على الأفراد وعلى المجتمعات برمتها. فيجب أن نأخذ بالاعتبار المحاسن والمساوي لما نقوم به من أعمال ونشاطات، وبدون ذلك لا نستطيع التحدث عن التنمية الحقيقية والواقعية. وإذا سمحنا أن يتم استبعاد جزء من الإنسانية أو عزلهم وتهميشهم فلن نتوصل إلى أي مكان أبدا، ولا ننسى أن هذه العواقب قد تنتج عنها أيضا تغيرات كبيرة نواجهها كتحديات. فيجب أن نأخذ بالاعتبار الإمكانات والتحديات من ناحية أخرى، الإمكانات التي تكثر وهي كثيرة، والعصر الرقمي يجلب لنا إمكانيات جديدة وتكنولوجيات مبتكرة. لا ننساها
لا ننسى أن التحولات الرقمية هي تحولات تؤدي إلى إمكانات ضخمة وتكون حلما جميلا نعم، ولكنه أيضا يتعلق بالتحديات. لا نستطيع أن نثق بشكل أعمى للتنمية الرقمية وبدون أخذ العواقب السلبية بعين الاعتبار، لأن هناك من يضيع الطريق وينسى. فنستطيع تحقيق الكثير، فيجب أن تكون أحلامنا طموحة وكبيرة، ولكن لا ننسى أن كل قرار وكل عمل يؤدي إلى ردود فعل ونتائج وتأثيرات. اليوم العالم يشهد الكثير من أشكال وأوجه المعاناة، نرى الموت و تكثر الأشخاص الذين يجوعون وليس لديهم الوصول إلى الديمقراطية والحرية وخدمات الرعاية الصحية، ويتم انتهاك خصوصيتهم ولا يشعرون بالأمان، لا يتساوى وصولهم إلى الرقمنة. بالنسبة لي في العالم المرقمن، المساءلة المسؤولية الاجتماعية تعرف على أنها يجب أن نأخذ على عاتقنا المسؤولية عن كل النتائج الإيجابية والعواقب السلبية عما نقوم به. الإيجابيات ندعمها والسلبيات نتجنبها. يجب أن نكون مسؤولين عن كل ما نقوم به أمام الناس والأفراد والحكومات والعالم الذي هو بيتنا المشترك. شكرا. فعلا هذه الصورة لهذه الأحلام والطموحات جيدة. شكرا لكم على هذه الملاحظات. فننتقل إلى السؤال الثاني، وهو هل تعتقدون أنه يمكن تنظيم وقوننة الفضاء دون أن نوقف تطور هذه الفضاء الرقمي؟ كيف، ماذا علينا أن نفعل لتنظيم هذا الفضاء؟ لنبدأ بنفس من جهتي سأبدأ. نعم تفضل. نعم هذا الجواب على السؤال. في المجال الذي أعمل به أنا نرى عدة ابتكارات، وأعتقد أن منذ 20 سنة هي أكثر الأوساط ابتكارية، ولكن نحن أيضا نتفاعل مع ما يفعله زبائننا، وأيضا تنظيم هذه وقوننة هذا المجال علينا أن نأخذ بالاعتبار أننا لا نريد إيقاف الابتكارات في المجال الرقمي، ولكن يجب أن لا تحدد هذه الابتكارات، لأن هذه الابتكارات لها خدمة كبيرة لمجتمعنا. فإذا يجب علينا أن نكون نعي ذلك تماما، ولكن يجب أن تكون هناك ضوابط، ويجب أن تكون موجهة على تؤثر على الشفافية، على التفاهم، على القرار، على القرارات التي تتخذها المنصات المحددة رقمية. أما إذا إعطاء المعلومات وإيصالها وجعلها متاحة، فإن هذا تقوم لوغاريتمات معينة بتنظيمها، أي
فإذا ما هي الإجراءات التي في اتخاذ القرار؟ كيف يمكننا أن نعرف أن من يصل إلى هذه البيانات هي جهات نزيهة؟ إذا هنا يجب علينا أن نفعل، ويتم فعل الكثير في هذا الحقل، فربما منظور هذا الحوار سوف يتغير في السنوات الأخيرة، وهي تتجه نحو المسؤولية، فنحن أغلبنا يركز على التضليل الإعلامي الذي الجميع يرونه، إذن هذا المنظور يختلف ونراه على المستوى الأوروبي حول المرسوم التشريعي، حول الخدمات الرقمية والترويج والتسويق المنتجات الرقمية. فإذا ليس فقط على مستوى أوروبي وعلى مستوى تنظيمي للكيانات العاملة في هذا المجال التي أيضا تود أن تتعاون مع بعضها من أجل الوصول مع هذه الشركات والابتكارات الرقمية لإيجاد نوع من الضوابط. يجب هذه الضوابط أن تكون أن الرأي العام هو محمي ويكون عنده ثقة في مصادر المعلومات، ويجب أن تكون محمية في وجه التقنيات السلبية التي تظهر في السوق. أي أعتقد أن هناك وعي بأن عدم وجود ضوابط هو يخص الجميع، وأن الجميع يرون ضرورة لإيجاد مثل هذه الضوابط. إذن علينا أن نقول أن هذه الضوابط من المفروض أن لا تقوم بتقييد تطور الابتكارات العلمية. للأسف الصوت غير مسموع يا بول. آسف على لدي مشاكل مع الميكروفون. شكرا على هاي المداخلة في النقاش. والآن أخاطب السيدة ميا بارتان، لك أن تعلقي على مسألة القوانين والضوابط. أنا أشاطر رأي المتحدث قبلي، لا نستطيع حصر الإبداع، ونحتاج إلى الضوابط والتنظيمات من الناحية الأخلاقية، أما التكنولوجيا فتسمح لنا أن نحل مشاكل ساخنة وحارقة للإنسانية، ونستطيع أن نحلها بفضل الابتكارية والإبداع واختبار مختلف الخوارزميات والألغوريتمات. ويجب أن نجعل حكوماتنا والإدارات العامة أن تضمن لنا البنية التحتية المعمارية للوصول الواسع النطاق للبيانات، لنقوم بأبحاث جديدة ونستفيد من الإنترنت بواسطة هذه التكنولوجيات وفي وقت مبكر. لدينا مجموعة من الأدوات الآن أيضا، ولكنه لا يتم الاستفادة منها بوقت مبكر. التكنولوجيات تسمح لنا بتمديد عمر الحياة. نحن نواجه الجائحة، وهناك أبحاث علمية تقام، والنتيجة أن إن كانت الضوابط أكثر صرامة من اللازم فالمعنى يفقد لهذه التكنولوجيات. فما هو هذا التحدي الرئيسي الآن؟ هو
عبارة عن هناك الانفصام أو الازدواجية نوعا ما في العالم، الفجوة ما بين الفقراء والأثرياء. من ناحية هناك دول غنية ومن ناحية أخرى دول فقيرة وللغاية، فلا نستطيع أن نحل هذه الفجوة بواسطة تدابير أو ضوابط، ولكن بنشاطات ملموسة ومحددة نستطيع من خلالها تحسين هذا الوضع. يجب بطبيعة الحال أن تقوم هذه الأعمال أو تستند إلى أبحاث وعلى مختلف الأسئلة والمستويات من أجل زيادة المستوى النوعي والكمي للحياة. فالأخلاق هي جداً مهمة، والمجتمع الدولي برمته يجب أن يتحد فيما يخص هذه الأخلاقيات. أما شيء آخر، أنا أريد أن أشير إلى أن الشركات التي تخلق هذه المنصات والتكنولوجيات هي تقوم بذلك من أجل تحقيق أغراضها، ولكن نحن يجب أن نكون متزنين. التدابير نحتاج إليها، ولكن يجب هي أن تتعدل وتتغير تكييفاً للبيئة المحاطة بنا، لأن التكنولوجيا وحياة الإنسان هما عنصران مترابطتان مع بعضها البعض بشكل وثيق. يجب أن نجعل التكنولوجيا تحسن حياة الناس. شكرا جزيلا. أود أن أقول إلى عملية الضوابط بحد ذاتها، وهي الضوابط الذاتية. هذه شعار مرتبط بهذه الضوابط. إذا تعلق الأمر في التقنيات الحديثة، فإن الرقابة والضوابط الذاتية لوحدها لا تكفي. إذا نظرنا إلى جائحة كورونا التي بسببها جزء منا يلتقي الآن عن بعد، فإذا يظهر أن هناك حدود وقيود من ذلك، لأن الذكاء الاصطناعي لديه أشياء كثيرة إيجابية، أنه يسرع في التفكير بلقاحات جديدة حديثة، أو يستطيع بسرعة أن يحلل البيانات، مما يؤدي إلى إيجاد لقاح جديد مثلا أكثر مما كان ذلك 10 سنوات مضت مثلا. إذن ما زالت هنا الذكاء الاصطناعي يقوم باستقطاب جزء من بأن بعض المعلومات التي تطرح، كأن بعض هذه الألغوريتمات التي بالنسبة للمعلوماتيين تعطي الكثير من المعلومات، فعندما يكون هذا الحوار حوارا ديمقراطيا بانشغال وتدخل الجميع منها، فهناك عنصران مختلفان، عنصر الضوابط وعنصر القوانين. إذن فعدنا إلى صناعة الصيدلانيات، فهي جزء أكثر المجالات التي توجد فيها ضوابط قوية. وإذا عدنا إلى اللقاحات، لاحظنا أن هذا القطاع فيه الكثير من المبتكرات، وأن هذه المبتكرات ساعدتنا للسيطرة على جزء من هذه الجائحة، بنتيجة أن هذا الذكاء الاصطناعي وهذه الابتكارات أعطتنا الكثير من الطموح لحلول. ولكن أن الضوابط القانونية التي تتعرض لها هذه الشركات لا تحل الأزمة، خاصة إذا سارت الأمور بطريق لا نرغبه. إذن
فمن ضروري نعرف أن عملية إيجاد مثل هذه الضوابط يجب أن تعتمد على تعاون مع الحكومات ومع الأخصائيين كما ذكرت فيما يخص القطاع الصناعات الصيدلانية، ولكن هذا لا يعطي ضمانا دائما في إيجاد دائما حل مثالي لهذا الضوابط. أيضا ممكن أن تعطي مساواة في هذا السوق للجميع، فأن هذه الضوابط العامة تكون موحدة للجميع، وهذا يجعل هذا الوسط أكثر ديمقراطية مما غيره وأكثر عدلا مما يسمح للجميع الكيانات أن تعمل بنفس الأسس. أما بالنسبة للذكاء الاصطناعي فإن مجلس أوروبا أنهى في الفترة الأخيرة العمل على وثيقة عالمية حول الذكاء الاصطناعي، وبدأت ستبدأ النقاش حوله بشكل نهائي في بداية العام القادم، في البداية بين الدول الأعضاء وبين المواطنين والمجتمع المدني لإعطاء الرأي من أجل الوصول، كما نتحدث اليوم على منتدى الحوكمة الإنترنتية للأمم المتحدة، أي أن الجميع سوف المستخدمين سيكونوا كلهم كيانات فاعلة في هذا في هذه العملية. شكرا جزيلا على هذه المقدمة التي تؤدي بنا إلى مرحلة جديدة في هذا النقاش، وهي العلاقة ما بين عملية اتخاذ قرار الشركات فيما يخص الضوابط الذاتية وما بين المعايير الأخلاقية على المستوى العالمي. نحن نعلم حاليا أن النظام الذي نعيش به يشهد الكثير من التفاوت والفروقات. أنا أريد أن أسمع تعليقاتكم. أعلق أنا وباقتطاب عائدا إلى ما قالته ميا قبل لحظات، وهو أن الشركات تبدأ أن تكون واعية بالفوائد العائدة عليهم من خلال إدراج السياسات التي نسميها بالمسؤولة اجتماعيا للشركات، حيث أن هي السياسات التي تكون متسقة مع قيمنا، وهي أكثر وأكثر أهمية للمستخدمين الشباب. وأنا أشاطر رأيي في هذا الصدد أن قطاع وسائل الإعلام ما زال مرتكزا أكثر من اللازم على الذكور المستخدمين الذكور البيض، ويجب أن نغير نظرتنا في السياسات هذه وكيفية اتخاذ القرارات الشركات القرارات فيما يخص الضوابط الذاتية. وأنا أشاطر يان رايان عندما قال أن الضوابط الذاتية لها دورها الخاص في بعض المجالات المتعلقة بوسائل الإعلام. من خبرتي أن في الشركات التكنولوجية الضوابط نفسها لا تكفي، هي لا تؤدي غرضها. أنا شاركت في مجموعة خبراء عملنا على ظاهرة التدليل الإعلامي، والشركات الكبرى والمؤسسات يجب إجبارها ومن أعلى إلى أسفل على التوقيع على نفس الأهداف والالتزام بها. فهناك مجالات يجب إيجاد
الاتفاق فيها تحقيق الأهداف المستدامة فيما يخص الترويج للتنوع وتشكيل هذا الفضاء الرقمي بشكل أكثر إفادة وإراحة. الأب رويس، هل تريد إضافة شيء؟ نعم، أريد أن أزيد قليلا في ما قيل عن إدراج الضوابط والترويج. أظن أنه من الضروري أن نقوم بالترويج وضبط الخدمات في الفضاء الرقمي، وهما عنصران مؤثران ونحتاج إليهما في شق الطريق نحو المستقبل. وكما يبدو لي فإن جميعنا واعون بأن التحكم بما يمكن أن ينحدر عن الطبيعي هو شيء مهم بالنسبة للجميع. هذا هو المحور الأساسي في وضع الضوابط الفعالة التي من شأنها الترويج أو التنشيط والترغيب على الأنشطة التي تمر في الاتجاه الصحيح وتسمح لنا بأن نتطور ونتنامى بطريقة أكثر إنصافا وعدالة، تأخذ باعتبار جميع سكان العالم وتوفر الوصول المتساوي لجميع الناس في الوصول إلى التكنولوجيا الرقمية. لأن ما زال هناك العديد في العالم الذين تنقصهم هذه الطرق. الضوابط لا يمكن أن تقف أو تعرقل النمو، وفقط بهذه الطريقة نستطيع أن نتطور كمجتمع ونشكل فضاء يكون أكثر إنصافا وإراحة للجميع. لا نسمعك يا بول. الآن أفكر، هل لديكم تفكير حول دور المقاييس الموحدة؟ هذا سؤال عام للجميع، ولكن لا أحد يريد أن يتكلم. فإذا سأسأل بشكل آخر، تحدثنا عن أن كيف نعرف المسؤولية الاجتماعية للشركات في الوسط أو الفضاء الرقمي، وتحدثنا عن الضوابط التي يمكن وضعها من أعلى، وقلنا أن هناك نوعان من هذه الضوابط يجب أن نقوم بها في مرة واحدة. ولكن هل تريدون الكلام عن هذين النوعين من الضوابط الذاتية أو الضوابط الخارجية التي يمكن نضعها؟ أنا سأحاول الإجابة عن هذا السؤال. بالنسبة للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، فأقول أو في مجلس أوروبا، فإن هناك شيء مفتاحي في هذا الموضوع، أن كيف تستطيع التقنيات أن تؤثر على الديمقراطية أو على مثلا، إذا أعطيت مثالا يتعلق بالذكاء الاصطناعي، مثلا إذا أرادت الحكومة أن تستخدم الذكاء الاصطناعي أو مثلا في مجال الخدمات التي تريد أن تكتشف المجرمين، فهنا نجد أن هناك ضرورة شديدة أن نخرج قليلا عن الضوابط الذاتية ونضع ضوابط خارجية.
ولكن هناك أشكال عديدة لاستخدام الذكاء الاصطناعي مثلا في مجال الموسيقى. في مثل هذا الوسط الضوابط الذاتية كافية دون الحاجة إلى ضوابط خارجية تضعها الحكومة بالرغم من أنها ستكون هنا غير لائقة. إذن ما هو الهدف من إيجاد هذه الضوابط الذاتية أو الضوابط الخارجية التي تستخدمها حكومات ودول في المجال أن الشركات الخاصة تستخدم التقنيات التي يمكن أن يكون لها تأثير على حياة المواطنين، وهناك ضوابط شكلية أو رسمية؟ أنا أرى القضية بهذا النوع، أن الحدود هي بين بعض الأوساط. الضوابط الذاتية تكفي، ولكن في مجالات أخرى لا تكفي. لدينا بعض دقائق للنهاية، وهذه فرصة مناسبة لكي تتحدثوا أيها السيدات والسادة ما هو الخطط التي خططكم لأقرب وقت ممكن، ما هي التزاماتكم في المستقبل القريب؟ أرى على هذه التقنيات الحديثة التي تظهر في الأفق وتتعلق بالصحة العامة. معظم النساء فهي تستخدم هذه وليست تخلق وتبتكر الحلول الرقمية. أعتقد أن الفتيات مهتمات بالتقنيات الجديدة ولا يفكرن على الأغلب بنتائج هذه الاستخدامات. نحن سوف ننظر عن كثب على هذا التطور في مجال ترويج صحة النساء، وخاصة الحياة العاطفية، وخاصة عند الشباب. أود أن أتأكد أن يتم الترويج لحقوق النساء، وأن الكثير من الاستثمارات تذهب في مجال ترويج لحقوق النساء، لأني على يقين بأن مبدعي التقنيات الحديثة لا يقصدون التمييز. ربما هم لا يعرفون أنهم عندما يخترعون تقنيات جديدة بشكل غير واعي يقومون بالتمييز النساء، وكي لا تكون هذه المجموعات هي منعزلة. الأب رويس، تحدي كبير يتمثل في الإجابة على السؤال كيف نروج للتكنولوجيات الشمولية والمتنوعة. المفتاح للنجاح هو التربية والتعليم، والتحدي هو المسؤولية الشخصية الداخلة في تكوين المسؤولية الاجتماعية، لأن عندما نروج ونعزز الحرية فإننا يجب أن نكون على اليقين من الفوائد الناتجة عن الثقافة الرقمية، ولكن في نفس الوقت يجب أن نشير إلى أهمية الأخلاقيات والكرامة الإنسانية والشفافية. يجب أن نطلب الشفافية كي نعلم مدى حقوقنا. وفيما يخص التزاماتنا، نحن
فأود أذكر ثلاثة عناصر أو عوامل، أو أولها نحرص أو نسعى إلى فهم أحسن لشمولية الابتكارية وما هو دور التكنولوجيات الجديدة الظاهرة في السوق، ونريد فهم ذلك بطريقة أوسع لنتقاسم بهذه التكنولوجيات مع الناس في العالم. والعنصر أو العامل الثاني هو التدريب فيما يخص استخدام التكنولوجيات الرقمية كي نستطيع الاستفادة منها في خدمة كرامة البشر. والعنصر أو العامل الثالث فيتمثل في ضرورة العمل الجماعي بفريق كي نأتي بطريقة التنمية الأخلاقية. السيد نويل، أود ذكر أيضا ثلاثة عوامل. أولها نريد الاستثمار المستمر في حلول تكنولوجية، وقسمنا للشؤون التكنولوجيا والابتكارية الآن يعمل على إدراج الكثير من الخدمات الرقمية المبتكرة، ونعمل على الكشف عن التضليل الأخبار المفبركة والاستفادة من الذكاء الاصطناعي، فنحن سنستثمر في مشاريع مبتكرة. ثانيا نريد أن نلتزم ب خلق مصادر موثوق بها للمصادر للمعلومات، وأن نروج للتحقق من صحة الوقائع والحقائق في العمل الإعلامي. نريد لأن المجال الإعلامي ينقصه كثيرا المصداقية، فنروج للمبادرات الإعلامية والصحفية وبالتعاون مع إعلامي بي بي سي في هذا الصدد. وثالثا نريد أن نعمل لوبي في مجال التشريعات أو تعديل التشريعات لكي تكون عملية الإدارة بالإنترنت والمجال الافتراضي أكثر معززا على مستوى بروكسل والمحافل الدولية. هي أهم العوامل الثلاثة أمامنا التي سوف نعمل عليها في المستقبل القريب. في النهاية شكرا، ونحن كما قيل سوف ندخل المفاوضات على الإطارات القانونية الجديدة. سوف نأتي بمسودة اتفاقية جديدة بشأن الذكاء الاصطناعي. نحن كمجلس أوروبا سوف نروج لاحترام لحقوق الإنسان والكرامة الإنسانية وسيادة القانون، وأيضا بدأنا العمل على مشاريع أو معايير أكثر تفصيلا في مجال القانون واستخدام الذكاء الاصطناعي. وأقصد على سبيل المثال هنا أقصد السيارات ذاتية الحركة والمعايير القانونية في هذا الصدد، وكذلك مدى تأثير التكنولوجيات الرقمية على حرية التعبير. وهذا بدون الدخول في التفاصيل هي خطتنا مستقبلا. شكرا لجميع المشاركين في هذا المحور النقاشي، انضبطنا بالوقت، وأتمنى لكم المشاركة ممتعة في بقية الجلسات لـ IGF، وشكرا.